ما زال حدثنا مستمر عن ملف تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة مع ضيفنا دكتور سيف الدين أحمد فرج أستاذ الاقتصاد العمراني. دكتور، يمكن احنا بنتكلم على قبل الفاصل على هذا الملف تحديدا، حضرتك كنت تتحدث عن البدائل أو الخيارات اللي وفرتها الدولة المصرية لقاطنين هذه المناطق. قلنا الخيار الأول إنه ياخد مبلغ مالي يعادل القيمة السوقية للوحدة السكنية، استطيع أن يحصل على وحدة بديلة. البديل الثاني وهو ان هو يتنقل لمنطقه زي منطقه الاسمرات، وحده سكنيه كامله التشطيب كامله التاسيس بها جميع الخدمات، من نوادي، من مستشفيات، من جميع الخدمات العامه. ده كان البديل الثاني. البديل الثالث والاخير ان هو يتنقل لوحده سكنيه اخرى قانون جديد، والدوله بتدفع له قيمه هذا الايجار القانون الجديد لحين بناء الوحدات الجديده، وده تم في تل العقارب فعلا، والناس فضلت موجوده واتنقلوا للوحده الجديده. طب انا هنا بركز على نقطه مهمه جدا وهو المواطن المصري. بمعنى ايه حضرتك؟ قبل 2014 لما كان بيقع بيت كانت الدوله بتعمل ايه؟ بتنصب خيام يطلق عليها خيام الايواء. صحيح، دي كانت مشكلة في حد ذاتها، لأن كانت الناس دي بتتنسي بالسنين كانت مشاهد صعبة جدا طبعا، لدرجة إن عملوا أفلام عليها. صحيح. يعني لو نفتكر الفنان عادل إمام عمل فيلم اسمه كراكون في الشارع، عشان موضوع خيم الإيواء كان إهدار لكرامة المواطن. النهاردة لازم نقول إن بعد 2014 لم تقام خيمة إيواء واحدة لمصري أو حتى غير مصري. يعني الإخوة السوريين أو الإخوة السودانيين لما جم مصر، لما شرفونا في مصر كانوا ضيوف علينا، لم تنصب لهم خيمة واحدة، ولكن قعدوا في بيوت قائمة. صحيح. يعني ما فيش إنسان على أرض مصر بعد 2014 بيهان. دي النقطة الأساسية. دي نقطة طبعا يعني مهمة جدا وتحترم وتقدر الحقيقة يعني. طب دكتور، وإحنا نتكلم برضو عن يمكن في بداية تنفيذ الدولة المصرية لهذا الملف بالتحديد، كان في خلينا نقول كان في كلام كتير جدا موجود، وبنسمع كلام كتير جدا ما بين ناس خايفه اصلا من تنفيذ الفكره، وبتقول لا ده مكاننا، واحنا كانوا خايفين لانه احنا للاسف في وقت من الاوقات كنا بنعاني من فكره جسور الثقه بين الدوله والمواطنين. وعلى جانب اخر في ناس بتقول ما دام بالسرعه دي وسرعه التنفيذ دي يبقى اكيد جوده المشروعات او جوده العمارات او الوحدات السكنيه دي اكيد مش بجوده عاليه، واكيد هيبقى في مشاكل، واكيد واكيد واكيد. حقيقه ارض الواقع يعني نفت كل الكلام ده، بس في البدايه طريقه التعامل كانت ازاي؟ لازم نعرف ان الناس اللي كانت بتقول الكلام ده حضرتك كان معاهم حق، لان الهيستوري التجارب السابقه للناس مع القيادة السياسية قبل 2014 كانوا فاهمين ان اللي كان بيتعامل معاهم هيتعامل تاني معاهم. حصلت نقلة في احترام المواطن المصري ورفع جودة حياة المواطن المصري بعد 2014. ما عادش في إهانة للمواطن المصري، اصبح المواطن المصري هو سيد الموقف. يعني هو سيد الموقف، بمعنى الناس كانت خايفة ان هم هيسيبوا المكان ده وهتقام وحدات سكنيه تانية وهيجي ناس اغنياء يحلوا محلهم. ده ما حصلش، وشافوا ده بعينيهم في تل العقارب لما اتنقلت لما يطلق عليه روضه السيده، وفعلا نفس السكان هم ما دخلش حد غريب. الناس بدات مع الثقه، بدا تتبني ثقه بين المواطن وبين الدوله، بينه وبين الحكومة، بينه وبين القيادة السياسية، بدأ يصدق. لما جينا في التجربة الثانية بعد تل العقارب الناس كانت مصدقة، لأنها شافت بعينيها إن محدش اتظلم، محدش اتنصب له خيمة، المواطن المصري كرامته نمرة واحد. يبقى ده كان دي كانت البداية، وهي إعادة جسور الثقة، ودي كانت مطلوبة طبعا، ونجحت في تل العقارب ونجحت في جميع التجارب اللي بعديها على طول. دي حقيقة يا دكتور. طيب برضو سؤال مهم جدا يعني يمر في ذهن البعض، تمويل هذا المشروع وإدارة تمويل هذا المشروع. التمويل وإدارة التمويل كانت بتتم من خلال الدولة. يعني الدولة تكفلت بالتمويل كامل،
يعني لم يتحمل المواطن جنيه واحد، يعني اللي اتنقل لمنطقة أخرى لم يتحمل. يعني الدولة النهاردة لما بتنقل مواطن للأسمرات بيدفع القيمة الإيجارية فقط، ما بيدفعش مبلغ هو مش قادر عليه. يبقى إذن الدولة تراعي إمكانيات المواطن المصري وتخاطب المواطن المصري بإمكانياته الذاتية، ما بتطلبش منه حاجة خارجة عن قدرته الاقتصادية. وده مفهوم إن الدولة بيبقى الهدف منها مش إن هي تتربح من المواطن، الهدف منها هو رفع جودة حياة المواطن المصري، وده الهدف اللي حصل فعلا. برضو في نقطة مهمة يا فندم، فكرة إنه إحنا شفنا شكل المناطق العشوائية عاملة إزاي، فجأة هذه المناطق تحولت زي ما حضرتك قلت وحدات سكنية شكلها حضاري جدا، مساحات خضراء، محلات تجارية، نوادي. إزاي الدولة الرؤية بقى، يعني وأنا دلوقتي بخطط شايفة منطقة عشوائية مستحيل مخي يقدر يستوعب ولا يتخيل إنه هذه المنطقة أقدر أحولها لمكان بهذا الشكل، فكرة الرؤية أو رؤية التخطيط للمناطق دي جت إزاي؟ أو حسب مع إيه المعايير؟ هو كان في معايير أساسية، إن إحنا عندنا مناطق شديدة الخطورة لابد من رفع الخطورة على المواطن. يمكن لما نرجع بالذاكرة شوية ل 2008 كان في حادثة اسمها حادثة الصخرة، في صخرة في الدويقة وقعت على الناس طبعاً، والناس ماتت للأسف. طبعا كانت حادثة صعبة. طبعا الحادثة دي محفورة في ذاكرة المواطن المصري. يبقى كان هدف الدولة في 2014 هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، ده في الدرجة الأولى. يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على أرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ومن ثم كانت البداية هو إزالة هذه المناطق والإحلال محلها لأنها مناطق شديدة الخطورة. في السبع سنين دول تمت هذه الخطوة. طب الخطوة اللي جاية هل الموضوع توقف؟ لا، ده في أكبر من كده بقى، هو الإسكان الغير مخطط. طب إيه الفرق بين الإسكان شديد الخطورة والإسكان المخطط؟ إحنا قلنا الإسكان شديد الخطورة هو ممكن المبنى ينهار في أي لحظة على الممتلكات وعلى أرواح الناس، ودي هذه مشكلة، والحمد لله في خلال السبع سنين دول اتحلت. إحنا النهاردة الدولة من النهاردة لغاية 2030 إن شاء الله الدولة بتعمل على الإسكان الغير مخطط. طب إيه الإسكان الغير مخطط؟ هي مناطق سكنية ولكنها ليست قابلة للانهيار، مفيش خطورة منها، فيها سلامة منشأ، ولكنها هنبص نلاقي عمارة 15 دور مبنية على حارة 3 متر. طبعا دي مشكلة. طبعا مبنى سليم وسلامة إنشائية، ولكن لا تقدر عربية إسعاف تدخل لو واحد حصل له هارت أتاك أو واحد عايزة توضع أو أي حاجة، عربية الإسعاف مش هتدخل. لو حصلت حريقة عربية المطافي ما تقدرش تدخل. يبقى أنا النهاردة أصبح عندي مشكلة في الشوارع والطرق، التخطيط مبدئيا. يبقى أول حاجة الدولة بتعمل إيه؟ بتعمل توسيع للشرايين علشان تقدر عربيات الطوارئ تخش، علشان تقدر تخدم هذه المناطق، علشان كمان لما بنوسع الشارع يبقى في إضاءة طبيعية وتهوية طبيعية. تاني نقطة، الشبكات الانفراستراكشر، البنية الأساسية، الشبكات مش واصلة بطريقة رسمية ولا بطاقة استيعابية. يعني إيه؟ المنطقة دي مثلا عايزة محول كهرباء له جهد معين، طبعا هذا الكلام في المناطق الغير مخططة لا في مراعاة للطاقة الاستيعابية للكهرباء وللصرف الصحي، بتلاقي بدل ما يبقى في صرف صحي رسمي يبقى في ترانشات بتتنزح كل شوية. كل هذه المشاكل بتتراعى بقى، يبقى في طرق بتتشق، في مياه صالحة للشرب، بتتحسب الطاقة الاستيعابية للمنطقة وعدد السكان والوحدات السكنية، الكهرباء كذلك، الصرف الصحي كذلك، الغاز كذلك. كل هذه التكاليف بتتم مع ان احنا بنضطر ازالة الحد الادنى للبيوت. يعني انا لما الاقي شارع 3 متر عندي مش هينفع يبقى عندي 15 دور وبيطل على 3 متر، لازم يبقى في حد ادنى للشارع. يبقى بيتم توسيع
إزالة بعض هذه المنازل في نقطة مهمة جدا، الدولة تقوم بالتعويض العادل بالقيمة السوقية لجميع الوحدات السكنية التي يتم إزالتها، ودي نقطة مهمة جدا لازم نركز عليها. محدش بيتظلم فعلا، المواطن اللي بتتشال وحدته السكنية يا بياخد تعويض عادل يا بياخد وحدة في منطقة زي بشائر الخير أو أي منطقة من المناطق وحدة سكنية كاملة التشطيب وكاملة التأسيس، يا إما بياخد تعويض مادي يا إما بياخد وحدة إيجار جديد لحين دي الخيارات اللي حضرتك ذكرتها في البداية. طب يمكن حضرتك بتتكلم على المعايير دي، معايير خلينا نقول معايير سلامة التخطيط، لكن في معيار آخر، ويعني الحقيقة مش فكرة بناء وحدات سكنية، هي مش فكرة إن أنا يبقى عندي أماكن لتسكين المواطنين اللي كانوا يعني القاطنين في هذه الأماكن العشوائية، لكن كان في الحقيقة يعني محور مهم جدا الدولة المصرية كانت حريصة إنها تعمل عليه. أعتقد إنه حتى السلامة الذهنية والوعي للمواطنين اللي كانوا بيقيموا في هذه المناطق العشوائية مستحيل يكون يعني بشكل طبيعي، أو حتى يمكن نسبة الوعي في هذه المناطق زي ما حضرتك قلت نسبة الجريمة كانت مرتفعة، حتى يمكن المبادئ والأصول بتاعتنا حتى كانت مختلفة، وكنا بنتابع ده وكنا بنشوف ده. يمكن في فترات كنا بنمر بيها كان الوضع بيبقى صعب جدا، بتلاقي حتى في نفس المنطقة السكنية في جزء يعني منفصل عن الجزء اللي جنبه تماما، إن كان في الشكل أو في طريقة التعامل أو فكرة إن إحنا الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير جدا بإزالة هذا الحاجز، وفكرة المجتمعات المنفصلة عن بعض، والمواطنين اللي تحس إن هم مش عارفين أصلا يتكلموا مع بعض، مفيش لغة حوار بينهم ومن بعض بسبب بالمناسبة السكن في هذه المناطق العشوائية. هقول لحضرتك حاجة، المواطن المصري كان مغلوب على أمره قبل 2014، بمعنى إيه؟ كانت كل الظروف ضده، كل المحاور كلها ضده، فما كانش عنده الانتماء الكافي وما كانش عنده ثقة في الدولة قبل 2014. لكن لما جه في 2014 لقى ان في تجارب عديدة قدامه حصلت والناس ما اتنصب لهمش خيام، والناس رجعوا في وحدات سكنية راقية، وان حصل رفع جودة حياة للمواطن المصري على ارض الواقع، ده بينمي عنده الانتماء. هو حس ان هي مش لعبة ولا اكذوبة ولا كلام جرايد، لا، على الواقع، على الواقع حصل، على الواقع حصل وحدات سكنية ادمية للمواطن. يبقى اذا هو صدق، فطالما هو صدق هو اتغير. مفيش واحد بيتولد وحش، لا طبعا، هو بيتولد ولكن الظروف اللي حواليه السيئة بتخلق فيه انسان وحش. لما بيلاقي الظروف تتحسن والظروف بتبقى افضل وبيتحقق عنده الانتماء، اهم حاجه انه يتحقق عنده الانتماء للوطن، وده اللي غيره 180 درجه. طبعا يكفي حتى ان هم بقوا بيطمنوا على اولادهم، يا فندم شايفين اولادهم قادرين يعيشوا في مكان صحي، قادرين يتعلموا في مدارس ادميه، قادرين يروحوا نادي حتى يمارسوا رياضه او هوايه ويبعدوا عن الشارع والمشاكل الكتير جدا اللي بتبقى موجوده في الشارع. دي في حد ذاتها نقطة مهمة جدا، ويعني الحقيقة يمكن أنا بالنسبة لي هذا الملف كانت من أهم الملفات اللي كانت الدولة المصرية اشتغلت عليها في يعني خلال الوقت اللي فات. لكن سريعا جدا يا فندم، عايز أعرف من حضرتك، احنا انتهينا بالفعل من المناطق غير الآمنة، أيوة، وبالنسبة للمناطق غير المخططة أو العشوائية 2030 إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على هذه الإيضاحات، ونورتنا في استوديو برنامج التساعة. دكتور سيف الدين أحمد فرج أستاذ الاقتصاد العمراني، نورتنا يا فندم، شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده تكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، أتمنى أني كنت ضيفة خفيفة على حضراتكم، إن شاء الله بكرة حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج التساعة. شكرا لكم.